أذن على بركة الله وتوفيقه يوحى الكريم أيها المتابعون وصلنا بمسار الشوط الثالث الذي تمت على نطاقه حمل عنوان الجعدان المحليات الاصيل للسن لذا كل توفيق لجميع المشاركين بالإنجاز المستمر تابعنا العديد من الإبداعات المستمرة ولنا عودة بالتهاني ونموس بالإنجاز شكرا لأشعار أبو راشد الكيبالي قدم لنا أول رحلة الابكار أول رحلة المهجنات الأصيل بسلام والإبداع شوط الثالث يسير ينطلق مع مقدمة المسار نتابع المركز الأول هنا الصدارة ناخذ مزعل على مقدمة المسار يتابع أحمد بن راشد بالاصلي العامري رحب براشد للمشاركه وترحيب لكل المتابعين انطلق الى ثاني الاسماء هناك نهاب هو محمد بن مطر بن محمد يتابع المستوى الثاني نقله مباشرة إلى المركز الثالث مياس الغادم السعيد بن سيف بن ساري يتقدم سيف إلى المستوى الثالث ثم المركز الرابع لنا عودة مباشرة نحو هذه الأسماء الغادمة الكل من يبحث عن الإنجاز والإبداع عبر هذه الأثار الجميلة والمميزة إذا نعود أيها الكريم أيها المتابعون وصلنا إلى المركز الثالث ناخذ من تعرف الى ثالث الاسماء الغدوم عندك يا اشعار الذي قادم سعيد بن سيف بن ساري تابعناه المركز الخامس من تراجع بالمتابعه حيث الكل قادم بحثا عن الانجاز هناك يا قادم خليفه بن احمد بن سيف الذي يتقدم الى المستوى الخامس والمركز السادس يتقدم مليح بكل ابداعه يرفغ اشعار نجم الموسم احمد بن سعيد بن حميد الرميثي هذه الست الاوائل الذي قدمناها لكم لا على مسامعكم ولكن العوده الى زمام الامور، العوده الى نهاب الذي غاد الشوطه، نتمنى فسح المجال كي نتعرف الى زمام التحرك والصداره والانطلاق ما شاء الله الكل يبحث عن الانجاز والابداع، العوده الى وين يا اخواننا؟ هنا نهاب يتقدم بفارق قوي للغايه، سيطره تامه جميله للغايه. ولكن اعذرونا بنتابع بنتابع يتابع محمد بن مطر بن محمد الذي يتقدم الى الصداره ولكن بالإصلي الشامزي له راي اخر له راي اخر ابو راشد يقدم لنا هذا الشعار الذي اعتاد عليه الجماهير والمحبين النقله التاليه مباشره الى ثالث الاسماء وصل هناك المختبر وخطير ابو سيف قادم السعيد بن سيف بن ساري الاكتبي يقدم ابداعه رحلة أول الجعدان المحليات الأصايل النغلة التانية لا رابع الاسماء نعود الى ربع الاسماء ولكن هنا نعمل إشعارين واضحين مع مياس والمختبر يرافقنا ابو سيب المتابعه النقله التاليه الى المركز الخامس والله شوف من على بعد الاسماء اشوف مع مصور العزيز له الشكر والتقدير يتابع الاشعارات الذي قادمه بحثا عن الانجاز بحثا عن الابداع وين الرحله يا اخواننا وين الرحله المركز الخامس وصلنا اليه غادم بكل ابداع على ما يبدو لي احمل الرقم ثلاثه من تعرف على اشعار رنقة احمد بن سعيد بن حميده يتقدم المركز السادس غاده من بكل غذاء هنا المكلف الذي وصل يتابع حمدان بن حمد بن بيات الرميثي هذه للست الاوائل ولكن خلاص الوداع يا اخواني ونهابنا نهابنا اول رحله الشوط اول رحله الجعدان المحليات غادر الكيلو خلاص بدينا تخلص تخلص منه بدين ابن الى المغسورة الرئيسية ولكن فسح المجال يا بلصري فسح المجال يا بلصري عطنا فسح المجال الله 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 العودة الى الزمام الامور العودة الى الصدارة وين بن ساري وين ابو سيف واصل يا اخواني ابو سيف خطير من يتابع من الذي قادم المركز الثالث المختبر الامور يبدو لي بالخطر ولكن نهاب نهاب والاغرب انا ما صدرت عن اوامر لكن اتسلل اتسلل مع ميوس ميوس يا ميوس وين يا اخواني قل لي وين ميوس له خشم ورس سبوق ما قمالها جوز هذا هو ميوس بدون اوامر يساند المختبر غادمين بالانجاز يرافقن ويتابحن على مقدم تشوت سعيد بن سيد بن ساري الاكتبي السلام يتجه الى وين الى ميدان الجبيب الى ميدان الهير المركز الرابع شوف لي اشعار هناك نجم الموسم الله الله يا ابن حميده الله يا ابن حميده حميد. ماذا فعلت يا ابن حميده يا يلا يا بن ساري الامور يبدو لي بالخطر الله الله اشعار نجم الموسم اشعار نجم الموسم يغير المسار يغير المسار نتمنى فسح المجال لسياره التصوير الله يا اخواني الله يا اخواني تابع لي اشعارك الموسم سلام وتحية اللحظات الاخيرة اللحظات الاخيرة سلام سلام مشكور يا ابن حميدة مشكور تهانينا لاحمد بن حميده الرميذي احمد بن سعيد بن حميده الرميذي يقدم هذا الشعار في الامتار المجنون مشكور يا راعي مليح مشكور المركز الثاني على ما يبدو لي ما بين المختبر ومياس سعيد بن سيف بن, بن ساري الاكتبي نعم المركز الثاني والثالث مشكور يا ابو سيف على هذا التواصل المركز الرابع تهانينا لخالد بن عبد الله بن بدر العامري والمركز الخامس يصل حامل رقم 12 محمد بن سالم او سالم بن محمد بن شيره العامري والمركز السادس تهانينا لنا مالك نهاب محمد بن مطر بن محمد الرميث التوقيت ست دقائق عشر ثانيه 48 جزء من الثاني كل التوفيق للجميع